معلش خليني اكمل علق على موضوع الشاون ده، عشان موضوع القمح واستلامه كده. انا بس عايز اقول لكل المصريين بما فيهم اهلنا اللي في الريف، الفكره من الموضوع ده ايه، والمصلحه اللي هتعود علينا كلنا من الموضوع ده ايه. كان المفروض ان احنا نخلص ال 105 شونه دول في ابريل، مش اللي فات، ابريل اللي قبله، لكن حصل شويه معوقات واخرت المشروع. فقلنا ان احنا نبقى عاملين حسابنا ان القمح بتاع الجديد اللي هو بتاع مارس ابريل السنه دي نكون الشون جاهزه انها تستقبله. طب انا بتكلم على ان احنا محتاجين نعمل 264 شونه عشان نغطي كل الشون الترابيه اللي موجوده في مصر. اللي تم تدبيره او اللي تم تسليم الاراضي للقوات المسلحه هم ال 105 شونه دول او الارض ديت. المكان اللي حضراتكم شايفينه ده كان قبل منه عباره عن حفره بيتم وضع فيها او بيتم استلام الحبوب، سواء كانت قمح او اي حاجه تانية، وتتحط في الحفره ديت او في الشونه الترابيه ديت، وتبقى ده معناه القوارض ومعناه الطيور ومعناه اي حاجه تانية غير ان هي تبقى تليق بان احنا نحط الاكل اللي الناس بتاكله او الحبوب اللي الناس هتاكلها في مكان امن ومستقر. دي واحده. نمره اتنين، حجم الفاقد اللي هيتم توفيره من الشون ديت والصوامع، احنا بنتكلم على الاقل في 20% من يعني لو هي بتشيل على سبيل المثال مليون طن، احنا بنتكلم هي بتوفر بتامن بتحافظ على الاقل على 150 ل 200 الف طن من هذا من هذه الحبوب. النقطة الثالثة أو المهمة أوي، إن إحنا كنا أول مرة هندي للفلاح المصري هنديله ورق بيقول فيه القمح اللي قدمه المرتبة بتاعته إيه، وبنضمن له إن هو المؤاخذة بيتنقى بشكل جيد، بيتغسل وبيتجفف بشكل جيد، وبعد كده بيتعبى وبيتشال بشكل جيد. احنا ما عرفناش نعمل الموضوع ده بصراحه خلال الموسم ده. كان محتاج تنظيم، وده مش بتاعتك انت ولا مش بتاعت القوات المسلحه، لا، دي كانت خاصه بوزاره التموين مع وزاره الزراعه مع التنميه المحليه. واوعوا تفتكروا ان احنا هنقدر نعمل اجراء بشكل جيد من غير ما نكون مرتبينه قبل منها باسبوعين ثلاثه اربعه على الاقل، وبنحدد المراكز اللي موجوده وكل مكان هيستلم منين وهيستلم قد ايه، عشان ما نتعبش الناس وننظم الموضوع بشكل جيد. ان شاء الله في المره الجايه في الاستلام، سواء كان قمح او اي حاجه تانية، تكون الامور مترتبه بشكل افضل من اللي احنا رتبناه المره دي. احنا اتكلمنا على ال 105 شونه، لكن جنب منهم كمان المفروض ان في 25 صومعه طاقتهم 1.5 مليون طن. يعني احنا بنتكلم على 2.5 مليون طن طاقه تخزين حضاريه توفر علينا 20% على الاقل من الهدر اللي كان بيحصل في الصوامع. احنا انا خدت تمام ب 18 صومعه خلصان، بس انا ما اعرفش هل احنا ده، انا بالكلام ده للحكومه، يا جماعه من فضلكم طقموا الصوامع اللي تم استلامها وخلصوا المتبقي، او ندرب الناس عشان تقدر نستفيد باللي احنا عملناه، لان احنا ممكن نكون النهارده مش جاهزين نشغلهم بالشكل المناسب ليهم. وده امر قد، وانا بقول لكل اللي بيسمعنا من المصريين، انتوا كمان يا مصريين هتساعدونا بان انتم تنظموا ده، تنظموا العمل بتفاهمكم بصبركم عشان نستفيد باللي احنا عملناه. هقول كلام يمكن يكون مش مريح شويه، يمكن يكون في ناس مش هتبقى سعيده، مش من اللي هي بتسلم، مش اللي بتسلم الحبوب، يمكن في ناس مش هتبقى سعيده بان احنا بنعمل حوكمه للاستلام الاوزان بدقه، النقاوة بتاعت الحبوب بدقة، المرتبة أو الرتبة بتاعتها بدقة،
الوزن بتاعها بدقة. احنا بنعمل للناس اللي مهتمية بموضوع البيروقراطية وموضوع الفساد ده، ده المشاريع بالطريقة ديت هي اللي هتوصلنا ان احنا نعمل حوكمة حقيقية للي احنا بنستلمه وبنتداوله كمان، تبقى كل حاجة متسيطر عليها بشكل جيد. وده اعتقد هيبقى في الاول هيبقى فيه شوية يعني شوية مقاومة، لان في ناس كتير كانت مستفيدة من الشكل اللي مش مظبوط اللي احنا كنا شغالين فيه قبل كده. انا بقولها وبسجلها لان احنا محتاجين نبقى منتبهين كلنا مع بعض ان احنا ننجح اللي احنا بنعمله، لان التكاليف دي تكاليف كتير واتعملت عشان مصلحة مصر ومصلحة المواطن، سواء كان المواطن الفلاح اللي بيسلم المحصول بتاعه او احنا اثناء تداولنا لهذه المحاصيل بعد كده.